الإنسان في كل مكان، هذا هو شعار الميادين الذي نقلناه على مدى 5 سنوات متتالية إلى التطبيق العملي من خلال دعم الأعمال الفنية التي تحاكي الإنسان وأوجاعه. من هذه الأعمال جائزة سنين للتصوير الفوتوغرافي التي فازت فيها هذا العام مصورة مصرية اسمها فاطمة فهمي، صورت فيها أطفالا مصريين. نحن سنتحدث عن هذه الجائزة، عن دور الميادين أيضا في مجال دعم الإنسان في كل مكان، حيث سينضم إلينا المستشار الفني لرئيس مجلس إدارة الميادين أستاذ توني عون. مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير أستاذ توني، تفضل. شاهدناك في روسيا تقدم جائزة، تتحدث عن أيضا في هذه الجائزة العامة، جائزة السنين هي جائزة روسية، والميادين مشاركة بفعالية منذ سنوات، ليس اليوم، يعني ليست صحيح. هذه أول سنة صحيح. بس قبل ذلك فقط تذكير المشاهدين الذين ربما فاتهم، ما هي جائزة ستالين التي نشارك فيها نحن سنويا في روسيا؟ ستالين كونتست سميت على الشهيد أندري ستالين. أندري ستالين هو مصور فوتوغرافي كان معتمد لدى روسيا سيغودنيا بال 2014. هي وكالة الأنباء الروسية طبعا. صحيح. يعني بال 2014 استشهد بساحة أوكرانيا على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وكرمته الحكومة الروسية وأعطته درع الشجاعة. وبال 2015 بادرت روسيا سيغودنيا بتنظيم هالمسابقة ستالين كونتست، وابتدت بتقريبا يمكن شارك في شيء 20 دولة إلى في الدورة الأولى بال 2015. هلا قد ايه صرنا؟ 2016 هلا المشاركة بلشت السنة الخامسة، هذه كانت اليوبيل الخامس. وصلنا بمشاركين من 80 دولة. حلو. أكثر من 6000 مشارك. 6000 مصور فوتوغرافي. 6000 مشارك. نعم. لهذه الدرجة كبرت هذه الجائزة. نعم. والميادين مشاركة فيها طبعا، نحن في اتفاقية تعاون مع روسيا سيغودنيا، هذا يجب أن نشير إليها قبل ما ندخل بتفاصيل الجائزة. طبعا بال 2016 17 تلقت الميادين دعوة من مؤسسة روسيا سيغودنيا، وبدون تردد رئيس مجلس الإدارة وافق على المشاركة برعاية هذا الحفل، خاصة أنه الميادين بتعرف أصيبت بفقدان زميل عمر عبد القادر. صحيح، في سوريا. وهيدي شغلة بتعني الميادين وبتعنينا، يعني حس ب هي تكريم لروح كل المصورين الذين استشهدوا في بالفعل. الحروب بالفعل. وزميلنا أيضا عمر عبد القادر في سوريا. طيب جائزة الميادين اسمها مع الإنسان في كل مكان. أول شيء جائزة ستالين حصل عليها شخص من إيطاليا، مصور إيطالي. صحيح صحيح, صحيح. هلا احنا عم نشوف الصور، يعني عم تمر على الشاشة. من هو هذا، ما هي هذه الصورة، ومن هو هذا المصور؟ خلينا نحكي بس إذا سمحتي عن جوائز الميادين بالبداية. بال 2017 حصل أول مصور، إذا قلنا اسمه محمد شهنواز خان من بنغلاديش، صور لاجئي الروهينجا. كانت بالصورة بالأسود والأبيض. وتميزت بمجموعة أطفال، إذا نشوفها على الشاشة مجموعة أطفال هي بالأسود والأبيض، نراها الآن. فيها كتير حكي، فيها كتير حكي بوجوه الأطفال، إذا بتشوفيهم كلهم مجموعين ضمن متخبيين، بس في عندهم أمل، في نظرة أمل، في نظرة خوف، في نظرة براءة، في نظرة احتيال. في هيدي بال 2017. 2018 كمان أخذ الجائزة مصور فوتوغرافي عراقي اسمه تيسير مهدي. أيوة. تيسير مهدي، وهيدا الفتى القاسم العراقي يلي صار نجم بروسيا، نجم تابعنا قصة قاسم. وبادرت روسيا سيغودنيا باستدعاء بالأكيد مع وزارة الصحة الروسية باستضافة قاسم، وركبوا له أجر صناعي. صحيح.
صحيح. كانت هلأ مبادرة كتير لافتة، وأكيد بنشكرنا عليها يعني نحن. نعم، وتابعناها نحن في المشهدية واستقبلنا قاسم طبعاً. شفنا كيف أيضا حقق حلمه بالذهاب إلى قاسم نحن ملعب قبل كرة هون. قدم يعني عم نشوف أنه الصور يلي بتقدمها الميادين عم ترجع بتاخد جوائز حلو عالمية بأكثر من معرض وأكثر من هيك. ليه؟ لأنه نحن الميادين بنقدم جائزتنا مش على المقاييس التقنية أو الفنية، إنما على الرسالة الإنسانية اللي بتقدمها، وعلى الروح اللي أو الرسالة ممكن نشوفها بهالصورة. حلو. ولا ملاحظ انه دائما جوائز الميادين تقدم صور للاطفال، لانه هذا العام ايضا هذه الصوره التي نراها الان هي لمصوره مصريه وتصور اطفال مصريين في مصر، صحيح؟ نعم، هذه الصوره اخذت على الحدود ما بين مصر والسودان بالصحراء، هن مجموعه من البدو، من البدو الاطفال. شو فيها هي الرسالة؟ شو بتقلك؟ بتقلك إنه السعادة مش ضروري بالألعاب الإلكترونية الجديدة، السعادة ممكن تخلق من أي شيء صغير بصحراء ما في حبل وبلانش خشب وأولاد قاعدين مبسوطين في فرح بعيونهم. يمكن كل الأولاد اللي عندهم هالأجهزة وهالمعدات التقنية مش مبسوطين مش مكتفيين الحقيقة. بحب شير كمان انه هيدي الجائزه كمان اخذت هلا من بعد ما اخذت جائزتنا بروسيا اخذت جائزه بفرنسا، حصلت دعيه فاطمه فهمي لتستلم جائزة في فرنسا. لتستلم جائزة إذن هذه الجائزة تكرم الإنسان وتكرم الإنسانية مع الإنسان في كل مكان، هذا شعار الميادين، ونحن حبينا أنه تكون هي هالشعار شعار الجائزة قولا وفعلا. قولا وفعلا. شكرا جزيلا لك توني. بس بحب شير أنه نحن هذا تعاوننا مع روسيا سيغودنيا مش مقتصر على بس هالجائزة، كمان في مضينا تعاون اتفاق تعاون بال 2017، وكمان كان نقل على الهواء رئيس مجلس إدارة الميادين روسيا سيغودنيا ديمتري كيسيليوف مضي مع رئيس مجلس إدارة الميادين اتفاق تعاون مشترك كبير أكبر من هذا. صحيح، هو تعاون إعلامي في أكثر من وحدة صغيرة بس إذا بتسمحي لي، أنه هذا المعرض من موسكو رح ينتقل مباشرة، بس ينتهي من موسكو رح ينتقل على المركز الثقافي الروسي بالشهر القادم إن شاء الله، دغري بس يخلص من موسكو راح يكون ببيروت، وبندعي المشاهدين للمشاركة ومشاهدة الصور. وعشو عم نحكي في شيء بدك تضيفه بعد؟ عندك واسطة عندك واسطة توني. شكرا جزيلا توني على المستشار الفني رئيس مجلس إدارة الميادين.